بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان وعلى آله وصحبه الشجعان ومن تبعهم بإحسان على مر الزمان. أما بعد، بنرين بريز أفدمو هميدة من وآخر وخوشبت إن شاء الله. هر دم شوف دير أخوة تعالى السروبت، هر دم بارسنا أخوة تعالى القلوبت، هر دم أخوة تعالى شيانو هيزو قواتي بدتوا هم بشن روجان تخوا بر خير وحسناته بكن داهم برهف بن وقتي بشن دنيا اكدي زنجين بن داخو تعالى خرط مازن قلوب كت ان شاء الله. بل يابرو كش القلب وبتك قلق جرينج كل دف مسلمان يعني بجرينجي والجرد بزانت كو او خداي كت باريست چند شيانت هين چند قدرت هين چند عظمت هي تجارة تجارة شنابت بري خابدت جهة دي اون لايك دي اون خودين كت خودين كت مروف جهته منزلتي بجا شريك بو خو تعالى چيكت اشوي وات تهزرو بيري تبا كو هندك هبن خودين كت اش خود تعالى مزنتر شيانتر عظمتر قوتر افجهي شكيه وغمانيه افجهي هندي كو مروف مراجعك درست الايمان خو بكت دا ايمان خو بر دوام چاره سركت بل قال بابتك او جناب نشان توحيد الالوهيه ايك بينا وي خدائي ایک بینا عظمتا وی خدایی که چنده که چو افریقه دویتم عبادتا که بوی خدایی بتنی بکین اپ همی شیانت خواه اپ همی طاقات و امکانیت خواه اتناخ خوده یعنی دستو پیت خواه اپ هزرو بیرت خواه اپ چاویت خواه اپ گوهت خواه اپ همی ترخان بکین بو هنده بو عظمتا وی خدایی دا امر رضامندی وی دست خواه بین بله توحید الالوهی اوه كو يقتضي الإيمان بالله تعالى كو أوا سرت واجد واجبت بد إيمانك وسط بخوي تعالى بيني خالقا ومربيا ومسيرا وإنه إليه المصير توصح تعالى الناس بك أوا خضان شيان أوا مربي أوا خالق عرض عسمانا أوا أفدنيا بريفت بد أوا خضان قدرات أوا خضان عزات هو الخافض هو الرافع هو المعز هو المذل هو المحيي هو المميت افشانت هني ادفيت سر وسطي افشانت هني ادفيت تدف خش روبكي افشانت هني تخد تعالى ادفيت الدفتا قالك مقدس بن وصا شنيكو دي عباد تخو تعالى كي ادفيت اول تشتخو تعالى ناس بكي عظمطاوي شياناوي قدرات يعني امكانيات توي جبروتي وي سطوطاوي افونا تناصناكي نوفو صفات تخو تعالى تناصناكي تسرهل النبي تهير سر نساكيني بشك او عبادتك تو بيشكش خود تعالى بكي دي قالك لا واسبت او عبادت دي قالك كيم بت يعني احتمالة خلاطي هو النوال قيل الرجاء قيمتي جاش برهندي توحيد ايك بينا خود تعالى يعني عبادتك تمام بتني بو خود تعالى دفيت وصو بكي بمقداري وي عظمتي ايو خود تعالى هاي بمقداري وي شياني ايو خود تعالى هاي چينو بتش هندي كيمتر تو عبادت بو بكي تو بصاني خود تعالى إيكانية مستحق عبادتي نجهتك دي نطرفك دي نهزرو بيلك دي نتشتك دي جبلي خود تعالى مقدس بدل دفتا فجاب بشكك شوي عبادتي تبوي ترخون بكي أفا شركة والعياذ بالله أفا مصيبتا أفا سرداتشونا أفا خاباندنا أفا بلايا قلق مزنا أفا إيش قلق دجواري كتت إيمانات دا إدفت تزيترين دم تشارة سركي چه معنی دنینا اگر تو بیجی خود تعالا عرض عسمانی چی کری خود تعالا شیانی تنی خود تعالا خالق بس تو یعنی توحید وی نکت الوهیت وی ده کو او تنی مستحق عبادتی ها چه معنی بوی ربوبیتی نینا مثلا کافر هاشت گوتن وقتی پرسورش وانا تاوت کرن پیغمبر علیه السلام ادگوتا وانا باشا کی عرض عسمانی چی کری ادگوتن خود تعالا تقول وانا باشا كي اف دنيا بريفت بت قلت خو تعالى بس باشا تقول وانا ان بوشي عبادة بويناكن يعني كافر جك مشرك جك يقين ايمان بهندي هبي كو عرض عصمان خود تعالى يشي كري بس عبادة بو صنمات كرن بس عبادة بو لا تعزات كرن عبادة بو بركة كرن احتمال بو شخصك جد كرن افا قلق شاشبينيك الجواربورد كبسري مسلماني ده
اون شوش بینیه که چیت بتنوف بین توحید الالوهیه و الربوبیه. اگر تو بیجی خود تعالی عرض عصمانی چی کری درسته بس احتمالا تو حق عبادت خود تعالی تو ندیه. ای ضروری و گرنگ او تو بیجی خود تعالی مستحق عبادتیه و خود تعالی چی کری عرض عصمانایه و خود تعالی عرض عصمانه برای بد بد اوه توحید الالوهیه و توحید الربوبیه وصد عبادت بخود تعالی کی اجبر بی توحید آهنه توحید الالوهیه خود تعالی پیغمبر های فری کری کتاب عصمانی همی فری کری بشارت بین دو جین دو طرف مؤمن و کافر هندك بیرو باور پیغمبر های ایناتن هندك دی یعنی دی جاتی وانا کرن بلکو اگر سرکی اشمان آمد وی دنیا ایده چیکر نامد وی دنیا ایده خلقت بین آمد وی دنیا ایده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون راست احتمال هندك اگر پرسیار جبی که بیجی واجبی تا چیل دنیای افریکا دی بیشتم طاعتی خود تعالی بکن ام گهداری خود تعالی بکن بس اونا اگر سرکیه اونا هدف سرکیه اونا آرمانج سرکیه مروویه آرمانج سرکیه بشری افریکا دنیای دیدای الا لیعبدون عبادت با خود تعالی بکن صد جار دیش بیجن عرض و عصمان خود تعالی چی کری بس اگر عبادت بونه کن اوانا توحید الالوهیل دفوانا نینا چند هزرو بیرت وانا در حق خود تعالی چند مظم بد چند بچیک بد ادویت یه سرکی توحید الالوهیه تده بد هزرو بیرت وان هر مسلمان که تنه بس خود تعالی دفوی معظم بد بس خود تعالی دفوی مستحق عبادتی بد بس خود تعالی دفوی مستحق یعنی هر جور عبادتی که بد خود تعالی بتنه یا بوچی خود تعالی بتنه مستحق عبادتی یا نکسک دی نطرفک دی نشریکک دی وقت القرآن ده خو تعالى تبيجد قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله جبر هندي أمدي عظمة بو خو تعالى دين جبر هندي أمدي سر بو يتشمينين جبر هندی هم دیچین سجده اوه شیانی توینه اوه خالقی عرض و عصمان اوه و انزل لکم من السماء ماء اوه و ما کان لکم انتم بدو شجرها و چشیان و حول قوت نینا اگر نخود تعالی بد بل هم قومی یعدلون هندکی دیتی نرزا خود تعالی هندکی دیشوان و اف شیان و اف قدرته هی اوش جل خود تعالی شریکت بی کونی دان اوه مصیبتا امن جعل الارض قرارا کی اف عرض و سوی راستی چی کری اگر کسانک دی با اشکی و او کس شد اف قدرتا و اف شیانا اف منزلتا و عظمتا هبت اف عردوس راستو درست کت ما و جعل خلالها انهارا اف عردت شو وصوی درست یا راست وصوی یه مسخر کری بشر سر بجین و جعل خلالها انهارا هندک جوک و کانیک و ریبار و آف تیرت بورد و جعل لها رواسی اف چیایت هنه وصو محکم دقت بشيان يديناتي دا توازنك بيخد في عرديدا وجعل بين البحرين حاجزا خو تعالى أف قدرة أف شيان هي أإله مع الله كورن بلا علماء توا فيلسوف توا شارزاي توا زاناي توا بلا ديفشوني بكن سحكنا أف شيان كو چند عرديدا چند شكليا چند دركتيا بلا سر بچن سروي بحري أو نوف بينوان نوف بین دو آواده حاجزه که هی بلا وکولینی بکن بلا بن مختبراتا بلا تحلیلا بکن کاسح کنی جبلی عظمتا ما دستی ایک دیل گل هیا ایلهم مع الله پرسیارش خو بکن اگر هبت بینن آشکرا بکن نشا خلکی بدن بلا عبادت بویجی بید کرن بس مستحیل ایلهم مع الله جی پرسیاریه پشتی مختبرات تو فحوصات تو دیفچون و وقت 23 صدان سال و دیفچون کری و کسک دی دید افشیان هبت وک خود تعالی هی و کسانک دی دید یعنی کونک دی چی کر بد هیوک دی چی کر بد طاوک دی چی کر بد وی طاوی وقت حجم وی طاوی وی هی وی و ون مجرات هنه هیا ایلهم مع الله نبخود مستحيلة مستحيلة هبت يا ربي بل أكثرهم لا يعلمون نظانا جاهلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أري أو كيل هوار هندك
مظلوماتت ودلي بتنات كت وظالمت اش بنت بت او كيا ناخد تعالى بت يا سبحان الله ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهدكم في ظلمات البر والبحر او كيا وقت ريكو برزتكن وقت جميت وجوربور ديش ريكي دركفت هن زون كول ريك الكيريا وجهته ابو كيريتشت أمن يهدكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او كيا اف بويا اف هوايا فريدكت فجا اف تلقيحات تهني تشتكت نو بين فون كاسكات تهني فون دارت هني اف اف بوخشة تشتكت اف لاوينيا اف جمالا اف كشخات يعني تشتكت في كوني دا أإله مع الله ليب قرن برسيار بكن ديفتوني بكن عقل خب دين شولي نخير تعالى الله عما يشركون سبحان الله إيش فيج ماستر أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أو كيا بشر شيكي لو جاري دي ديساني ديش نوف بدفا كيا وشيوان هيا كي هندك وساقط كتو هندك وتمرينت سبحان الله ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دليل تخبينن آية تخبينن نيشان تخبينن ورقة تخبينن مستمسكات تخبينن شاهد تخبينن إثباتات تخبينن ما دي شكيفة ينن يا ربي كي هو شان هيا شكيفة شد أزمان باخفت وقت سر في عظمة هاني وقت مروف هلبت وقت بزانت كو مستحيل دستك دي هبتش بلي خود تعالى أري كي دي تجرؤك كي دي زيدة قوفي أوفيشت دي بجد خدايك دي هي يا سبحان الله معنى يؤوى وقت تو عبادة بتني بوي بكي أن تعتقد يعني يقينك درست هبت اتناخي خودة دلي خودة ليس هناك شركاء بو تديار بد بشتي فون آيات هنا اگر تو سر قرآن بردام تو بخويني وكير معاني ورامانت آيات قرآن تو سر هلبي دموهي كده بو تديار بد مستحيلة ومليون جار مستحيلة كسانك دي هبت جبلي خوة تعالى هي جاتر وبركتي تر از بو يبكم سجده ان طاعتك بو يبكم ان عبادتك بو يبكم ان تشتكي بيشكش يبكم مستحيلة جبر هندي عبادت جبو خوة تعالى دفيت بجوري كي وصابت وقت ما قوتي كنتو بزاني خوة تعالى تشريك نينا ابا ايك يدوي ولا شفعاء يعني كسك جنينة واسطة بتنف بينته وخوة تعالى ولا وسطاء كسك جنينة واسطة بتنف بينته وخوة تعالى يا سبحان الله جبل هندي علم وزاني لدف مسلمانة دفيت ببت عمل ببت عمل نبت عمل او علم فايدين مروفي نوكت ما قلت كافر جد قوتن شيكري عرض عسمانا خد تعالى أوانج علمها بين أوانج زانين اعتراف هندي كربين بس حق ألوهيته خد تعالى ندابينه جبر هندي خد تعالى شو أنا قابل نكر بيغمبرك بونا فريكر أفرك يجيك هر باور دارك إيمان في جوري بيت في شكلي بيت بيرو باور بهندي هبت كو خد تعالى عرض عسمانة شيكري بس نمستحق عبادتيا أو جي مشركة أو جد فيت يعني مراجعيك الخابكت أن سزادانا مروفت مشرك قالك دجوار والعياذ بالله ابليس اقرارت كت اتبيجت خو تعالى يعني ربه شيكري عردو عسمونا يعني شيكري يعني عردو عسمونا ابليس اقرارت كت بس بو ادم لا تشوس جدي اوامرت خو تعالى بجهنينا خو تعالى شليكر وبيرو بوري بهندي جي هي ابليس رجا قيامتي جدي بعث ونشور جهبت بس خو تعالى اللعنة اللي بوراندي هذا جوركش جورة يعني توحيد الربوبية كو بيرو بواري بهندية هاي عردو عصمان خو تعالى يشيكري بس إبليس بيرو بواري بهندية نينا تنفيذ أوامر خو تعالى بكت طاعة وعبادة بو يبكت أف منزلتا هاني رسالت إبليس قهشتي أف شكستنا ببهرو إبليسي أف شهمزارية ببهرو إبليسي حتى رجاء قيامته شمكين يشويفا كو خوة تعالى حاشا نبسر فيا أستاعة عبادتي ببكم خوة تعالى في شوي في جوري سزادايا حتى رجاء قيامته خوة تعالى وقت تبيشت مشركا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون أويتك تبيشت قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله
سيقولون الله قل أفلا تتقون. يا سبحان الله موهين بيقرب أمرت بنوكن. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. أو كيا وتخابينت أو كيا سحر بوشتكت أو كيت بيشتوا ورن كسانك دي هاي أشخو تعالى بشيانتر قدرتر عظمتر ولم برستنا يمكن أو كيا فأنا تسحرون. سبحان الله ادفيت اعتقادك جازم تهبت كخود تعالى له الأسماء والصفات الحسنى أفعل ما بدر تهبت وسرب ساكني حتى أفعل ما نبت عمل شقيمة وينينا شقرين دي وينينا ما قلت إبليس جعلمها بي أو جزانا بي ادفي مجاريد أو جشارة زابي بس كو عبادة بخوة تعالى نكر جهشت بمنزلته هن لاواص. أجر مروف إيمانك درست بخود تعالى بينت عبادتك درست بخود تعالى بكت بوركن بنالين باريس همي مشاكل تدي شارة سربن هر مشكلة كي هاي روجا خود تعالى داي سر دنيا حتى روجا أمري خودت كت همي مشاكل تدي شارة سربن بس بتني بيرو بوريك وصب خود تعالى هبت وك خود تعالى بفيت وك خود تعالى سر واجب كري وسر فرس كري ادفيت أم وصى عبادة خود تعالى بكن وكو أم ناصت كن أجر تناصنا كي بشك دي عبادتك لا واس بخوت على كي أجر تو درستاهي عظمته ونزاني بشك دي قالك فرض وواجبات دشتاشن أجر تو قدسية ومنزلة وجبروت خوت على تناصنا كي بشك دي قالك سستو لا واس بي عبادته ويدا بشك دي عبادت دفت دي قالك جرام بت دي قالك قرص بت بوشي شمكن تخوت على بدرستاهي ناصنا كيرا عبادة أوا طاعة الله بامتثال أوامره وترك نواهيه هذا رمانا عبادتيا هر تشتكي خط على سرت واجب كنا تبكي هر تشتكي قد بتا نكا ادفت نكي هذا معنى عبادتيا دي ثانية وقت خط على بيجت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بو همي قومه بو همي ملته ما يفريكري ما يقوتي وانا بيغنبرك بوانا يشوي عبادته برستن تنبو خط على قد بتكرن واجتنبوا الطاغوت بيجرب أوامر الطاغوت لكن طاغوت كيا علماء بيجن طاغوت أوى هر كسكي بريتا بدت أولك ديش ريكا صراط المستقيم أو طاغوتا وجا بريتا بدت منكراتا شبهاتا حرامية قنه ريبوه دزي هر كسكي أمريتا بكتب منكري أو طاغوتا نزي كتابت ديري تابت سيداي تابت ممستاي تابت شري كتابت هفالي تابت بابي تابت كيبت بريتا بدت قنها قلناها البرتة حلال بكت أو طاغوتة قالك جرينجا ادفت أم بزانين وصى عبادة بخو تعالى بكين خو تعالى بيجت دو طرف تهين دنيا دا آن باوردارة آن كافرة يسينينا وقت تشوت بيجتا بيغنبري عليه الصلاة والسلام فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم أقر قهداريتا نكن أي محمد عليه الصلاة والسلام أقر دي في برنامج ويسيسامي وقانوني نئين او تبوانا تشيكري بزوانا صدى صد ديف هوا نفسه خط كيفن ديف طاغوتي كيفن ديف شبهات كيفن او نديف صراط المستقيم تشن اون دي بي قريب منهج تكن اون اوش منهج تي دير كتين او ديف منهجك بشري تشن خو تعالت بيجت منزلته عبوديتي مصطرين منزلته او كساني افريكا احتمالا يعني بيجت ما روجي ونفيج وطاعة وعبادات يعني دف من قالك يعني قرصة قالك جرانا أو مثلا شر مانوينينا نخير خطعة بيجت بيغنبري عليه السلام بيغنبري محمد عليه السلام قهشت في منزلته هاني شمكني عبد بي سبحان الذي أسرى بعبده بس بيغنبري عليه السلام فأوحى إلى عبده ما أوحى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بحسي محمد عليه الصلاة والسلام بيشت محمد عليه السلام جهشت في منزلته عند بارزو بلند ونوفي تدقوتن قال نوفي من حتى رجاء قيمته چمكني خود دينو عبد خود على وحي بفريكر قلت يا محمد أتريد أن تكون عبدا رسولا أم تريد أن تكون ملكا رسولا اختيار بك طب كيف أخوي تدفيت عبد با وبيغنبري من با تدفيت ملكك با باشايك با رئيسك با
وهر دوساني بيغامبري مبا قوت جبريل عليه الصلاة والسلام قوتي كن عبدا يا محمد عبدني اختيار بك بوشي چمكين جبريل عليه الصلاة والسلام تزاني منزلة عبودية عبدنية دفخو تعالى چند گرنجا چند مظنة چند بيروزة چند بقدرة چند بهايا بيغمبر عليه الصلاة والسلام قوت بل أكون عبدا رسولا از ديو اختياركم سبحان الله هر كسانك يا أفريكا پشت بدتا خود تعالى پشت بدتا عبادة خود تعالى بيشك دي الرزيل بت بيشك شكستنك وصل ديشكيت يعني خو طال احتمال بكت ابردجك بو بيشت خوراجك هر وقتك هر قافك تو بيجي اس خو طال تشكينت بيجي علمي من شارزايا من قوطا من بنمالا من عشيرا من ملكيتا من بو بو بيريما ايجا خاما خو طال ترازيل كت الا هبتني او نبت بيشت بخو طال تو جرمكي قوطا خو تعالى هاريكاريا خو تعالى بشتوانيا خود تعالى هنگ دي سركتن ايد سبحان الله صحابيين بيروس شري بدري وقت لاف لاف وانا بي دستي وانا سر افراز بي هيفي رجاش خود تعالى تكرين خود تعالى چب رزقي وانا كر سركتنك بيد مويك دنگ بدال جزيرة عربي بيك بدنگ بدا سياسات مروف چو بشين هزار مروف اشناف ببن واول شرط اتميجوا يعني اسلامي دا واول جار مشرك او چند صداهان صالة شيان وقوته وسلطيت هين مشرك سردست سيصد مروفة بشكين بيشك قوته خود تعالى بي بيشك هاري كاري خود تعالى بي وبيشك جك يعني عبدينيا صحابين بيروز بي بس بالمقابل هر دي ساني صحابين بيروز بين هر او بين هوالي بيغمبري بين عليه الصلاة والسلام شريح حنين چي قوتن قوتن لا نغلب اليوم من قلة افروك ام ناشكين افروك ام دي سركبين افروك ام دي دجمني ناهلين افروكا ام دي برسنجت وناغرين ام دي سركبين ويوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم الارض شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بوتي وقت يقولون ام قوتا ما ام دهزارين دجمن كيما افريكا ام دي سركبين چ وقت تو پشتا خوب قوتا خو گرم کی او دی بسری تید او نمونه صحابین پیروز بین هر او صحابی بین البدری هر او صحابی بین شر حنینی هر او صحابی بین بس خو تعالی چوا یعنی تجربه و اختبارات گلوانا کت دی چوا نشوان ادت چ وقت وقت هین پشتا خوب خو تعالی گرم نکن پشتا خو خو تعالی قایم نکن او دی بسری وید یا سبحان الله مروف گلک ضعیفه گلک لا وازا شيان وقوته مرو بجريداي بهندك ليدان الدليفا ليدان الدليب ساكنن خلاص او انسان تيتشو او مرو في جوزانجين بت خدان عشير بت خدان قوات بت خدان كلاخ بت خدان ملك الرئاسات بت خدان شركات بت همو هندك ليدان الدليب ساكنن خلاص كان ضعيف اب مروبا سبحان الله ججبر هندي ام محتاج في خالقنا ام محتاج في خداينا ام محتاجي بينا وقتي ام محتاجي بين ام دي عبادت بوكين ام دي اخو محتاجي بكين ام دي هيفي رجع شويكين وسر هندي رجع خو تعالى منت بمانينا خو تعالى شد محمو عزو بدت منت بمانينا نبطاعت ونبع عبادت مجنينا يا سبحان الله اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا خو تعالى خو دان قدرات بشيان هيدا دان جبروت بشت من ظلمي سر خوي حرام كري هن نوف خدا چنو بت ظلم لیکو دو بگین سبحان الله رئيس دولتك کت بیجت دولتك کی بی سردمی یعنی مصطرین دولت سران سری دنیا قوی ترین دولت سران سری دنیا چت بیجت جور بور گل وزیر خود ترینش تخواری گل وزیر دولت دیش ترینش تخواری گوت کی شد سرما فرس کت او سوزو پیمان مدای خلکی ام بجه بینین کی شد یعنی معنا اخفتنی اوا اگر ما سوزو پیمان جدابت خلکی امشين ليفا بين كاسنا شي سر ما فرز كت يا سبحان الله باشا هين خدان قوات و خدان شيان باشا ما دي ظلم وتعدل خلقي كن افا قلا قرنجا بس خو طالت بيش اس قوي ترم اس خدان شيان ترم اس خدان قدرة ترم بس الظلم الكاسكي ناكم ان ربي على صراط المستقيم خو طالة اف شيانا اف هيددانا اف قوتا وسبحان الله ظلم الكاسكي جناكت دمويد بيجن يا ربي أم محتاج هدايتي تنا أم محتاج رزقي تنا
ام محتاجي بشتوانيه تاني يا ربي تو الهوار منئي ام دي تيشن ام دي بسردتشن دنيا دي شتما نفس دي شتما شيطان دي شتما يا ربي تو الهوار ما وهر مسلمانك بي امين امين والحمد لله رب العالمين.